انا ريمون زكريا سي او في ديرسوفت واحمد رامي ديفلوبمنت مانجر في العربيه ريسايت حاليا كونسلتنت في كذا مكان تاني كنت مانجنج دايركتور في وقت من الاوقات الحمد لله اي كويت ارجع هنبتدي هنتكلم احنا كنا جينا بدانا نفكر في السيشن بنفكر ايه اللي ممكن نعمله يفيد الدنيا شويه ما يبقاش حاجه تكنيكال قوي يعني مش تكنيكال خالص بقى قلبنا يعني التارجت في هنا كم واحد ديفلوبر عايز اعرف اعتقد اوكي في كم واحد ستودنت يور ديفلوبر ستودنتس اوكي طب في تو كو رانز هيز اون بزنس اوكي بس 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 اوكي التارجت ان انتوا لو شفتوا الناس ورا وراكم هتلاقي ان الناس كتير قوي ستودنتس وكتير قوي ديفلوبرز بس قليلين قوي اللي بداوا يرانوا بزنس باخر سلايد هوريكم كده هرم هيميني ميبي هيوضح لكم الدنيا اكتر شويه اللي احنا عايزين نعمله احنا دلوقتي بنشتغل كويس قوي التارجت ان احنا نشتغل كويس قوي مش دي بس الحاجه التارجت ان احنا نحاول نعمل حاجه اكتر نعلم الناس نوريهم ايه اللي ممكن يشتغلوا احنا عايزين نجيب بزنس في مصر جنرالي اللي احنا عايزين نعمله ان احنا عايزين نجيب بزنس في مصر حلو قوي ان احنا في ناس كتير كويسه بتشتغل بس مفيش شغل انا فاضي مش ده الصح احنا عايزين نجيب شغل اكتر من الناس عشان كده احنا نيد مور ستارت ابس وي نيد مور ايدياز وي نيد سم وان تو ميك ا تشينج ف احنا وي ديد ستارت اب اند اي هاد سم بروبلمز وكذا حد شاف كذا حاجه تاني لمينا كل التريكس وكل الحاجات اللي احنا شفناها وعايزين نوريها لكم نشوف ايه الموضوع اوكي سو هنبتدي على طول في حد هنا عايز يعمل ستارت اب في حد هنا انترستد اوكي كتير عايزين تعملوا ستارت اب بس مش هنا يور بس مش هنا اي حد يعني اوكي حد عايز يعمل ستارت اب ليه اي حد يقول احنا عايزين نخلي السيشن انتراكتيف ف واي دو يو وانت تو ميك ا ستارت اب ليه recycling. الفكره انا عملت ستارت اب عشان انا كنت عايز تشالنج انا حسيت ان تكنيكال از جود ان يو نو ذا تريك بعد شويه خلاص هتلاقي الموضوع انت بس جاست تجيب جيت اب تو سبيد على طول تجيب كيب ابديتد اند ذاتس ات بس انك تخش في توتالي دارك زون ما تعرفش عنها اي حاجه يعني ايه ترن شركه او انت ستودنت فالموضوع كان صعب شويه فذات واز تشالنجينج فور مي ذس از واي اي ميد ات سو في كذا فكره في ناس ثانيه الراجل ده عايز يعملها ريتيرمنت بلان عشان هو عنجز وكده زي ما انتم شايفين. على فكره انا اصغر منه ب 10 سنين تقريبا بس انا شكلي اكبر منه ف ده كويس في البيزنس. عشان هو بيران بزنس فعشان كده كبر يعني. هيبقى صعب انك تقنع واحد انت عندك 20 سنه وتاخد منه فلوس فيبقى مقلق ان هو يديك فلوس يعني. هو بيفكر رامي بيفكر انت بتفكر ان هي ريتيرمنت بلان صح؟ ماني كمان. ماني. انا مادي قوي. وحش. باين. هي وركس فور ماني. هي ماشيه. No. Money and pleasure. But money first. I only do it because it's good for my heart. See? Yeah, I have a good money. That's why I have to get money. My kids never stop me, you know? They think they're surprised. So the target was in كل واحد عنده reason بس الفكرة ان احنا عايزين نعمل حاجة عايزين نقول ان عايزين نقول ان في حد ممكن يبقى موجود عايزين نقول اعملوا حاجة قولوا للناس اللي بره ان احنا موجودين في واحد قاعد معانا او بيتفرج علينا هو انترست ان هو يشتغل معانا جو اهيد ابروتش يعني ابتدوا يشتغلوا معانا هي دي الفكرة ده this is what actually كمان الريكورد كان بيتعمل مني يعني اوكي اوكي خلينا نشوف دي ده اللي بيخلينا دايما نفكر ان الستارت ابس ممكن تكون تشالنجينج في الاول بس البيس باك يعني هنا عارفين طبعا ستيف جوبز السي او اوف ابل اوكي اند فيري جود بريزنتر وحد مشهور قوي اوكي
كان بيتكلم ان هو قبل ما يبتدوا ابل هم كانوا اتفرجوا على اتاري. اوكي اتاري اللي هي كانت بتعمل اتاري فعلا السودا دي لو تفتكروها. اي دونت ثينك ان حد كان عنده اتاري حضرها يعني عنده الصغيرين اوكي الصغيرين قوي انا كان عندي حاسس انها اختراع. اوكي فهم راحوا الاتاري هتقول لهم يو هاف ان اميزنج ثينج اوكي اند وي هاف بن سمثينج فور يو. عملوا حاجه ليهم بروتوتايب جيم. اوكي Does everybody here know what they were talking about? Yeah. They were talking about Pong, right? About what? What were they talking about? What was Steve Jobs and Steve Wozniak talking about? Yeah. That's they say we went to Atari and had this amazing thing. What was the amazing thing? That's software. You don't know exactly what it was? You do? Yeah. Okay. It was the original Pong game. Pong. Remember Pong, the tennis? Oh. Yeah. Oh, yeah. Well, because they worked with Atari. Steve Jobs worked for Atari, and so did Steve Wozniak. Oh, okay. So they developed that game, you know, the ball game. And what do you think about funding us? We need some money, you know, small amount of money. We'll give it to you, and I'm free, almost here. Just give us our salaries. They are asking for very little, yeah, you know, JP. So more of them, okay? And they went to HP. شركة HP دي كانت شركة كبيرة برضه وقتها وستيل طبعا بس ما كبرتش بالحاجة ده. ورفضوا لأن هم ما عندهمش لسه ما تخرجوش. أوكي؟ إيديتس. لازم نقول ده لو في حد من HP ما يعرفش حد بعيد. الموضوع ده إن هو حاول يقول فكرة وقالوا له أنت لسه صغير قوي على الحاجات دي على أكيد على اللي هي ستيو على البيزنس يعني. أكيد أوكي. ممكن أنت تقول بتعرض ليها كل الناس تعرضت ليها يعني. انا اكشلي اول مره تعرضت ليها كان وقت حد انتوا عارفين فاكرين في 2002 تعويم العمله سعر الدولار كان ثابت وبعد كده اتغير. فكان اول يوم كنا في تانية كليه ورحت عملنا الكمبيوتر مول وقلنا ننزل نبيع على الكمبيوتر مول ليه ما نشتريش حاجه اونلاين عادي يعني. فنزلنا الناس كلها كانت محلات قافله والناس بتقول لنا يعني الناس كانت مستغربه خالص مننا. بعد ما روحت اكتشفت ان هم غيروا تعويم العمله وكل الناس بتستورد فخلاص بقى البيزنس كان كله اولموست وقع فور ويك يعني. كانت صدمه بالنسبه لي جامده جدا. بس هو ليترالي واحد قال لي انت بتعمل ايه يلا انت عايز تخرج الاول ف دونت ميك ذس ديبرس يو يعني. انا كان شكلي اصغر من كده بكتير فكان مصدق ان انا ستيف ف دونت ميك ذس ديبرس يو يعني كيب جوين اون الموضوع هيبقى احسن من كده شويه زي الناس دي. الراجل بقى سي او بتاع ابل مين معاه ايفون هو هاز ايفون اوكي هو هاز ويندوز موبايل 2, 3, okay. So as I mentioned, what does everybody else have? I don't know. Anyone has a mobile here? Okay. خدت قرارك. نوع. عامل ايه؟ دلوقتي. I see the potential. Okay. شايف البوتنشال عندي فكره كويسه شايف ماركت كويس انا اعمل ايه؟ كنت عايز اقول حاجه اكتر يعني مش عارف احس الطريق بتاع السلايد اللي قدامها ولا لا. Look beyond what you see. حد شاف رانكينج؟ فاكرين الراجل لما كان بيقول له beyond what you see كل شويه يقول له رانكينج كرتون رانكينج يو نو رانكينج كرتون رانكينج رانكينج يو نو ذا لاين كينج نوت ذا لاين لاين So he was saying, like, look beyond what you see, beyond what you see. So he kept going forward until he found, I don't know, what's the name, the Dreamland or whatever. So the target is, you know, I never reached that episode. I was growing up. The most only episode I sold in. Anyway, الفكرة is إن ما تخلوش حاجة في المخك وتقف يعني. بصوا على أي حاجة. بصوا على سلايد. بصوا على لابتوب. بصوا على قلم. بصوا على مشكلة. بصوا على أي حاجة. حاولوا شوفوا إيه اللي وراها. شوفوا إيه ممكن يتعمل عشان يصلح الموضوع ده. طلعوا الفكرة الأول وبعد كده نبتدي نشوف بعدها. بس أتليست طلعوا فكرة. في ناس كتير بتطلع أفكار بس بتقف عند الليمت ده. حاولوا تشوفوا ايه اللي بعدها فعلى طول شوف اللي انت شايفه قدامك فكر ايه اللي ممكن تعمله غيره. دي اول ستيب عشان لو حد عايز يعمل حاجه دي تبقى اول ستيب. اوكي ناو وي سو ات لقيت الحاجه بتاعتك هتعمل ايه بقى؟ لقيت فكره انت لقيت فكره في حاجه عجبتك عايزين ريسايكل الالكترونيك ديفايسز اوكي بعدين حلو فكره حلو بعدين بقى
عايزين نتكلم صح. اول حاجه ان انت بتديفاين البروبلم بتاعتك. احنا عندنا مشكله ان احنا عايزين ايه. انا لقيت المشكله ايه؟ ان الديفايسز غاليه. انا هاخد السامبل بتاعك بس فيري جود وان. عندنا الكترونكس غاليه. احنا نعمل دلوقتي ريسايكلنج للالكترونكس. عندنا فكره جاهزه. فدي فكره جاهزه بالظبط. حد عايز يستيل الفكره؟ كلنا. الفكره ان اوكي دي مشكله. طيب نحلها ازاي؟ دي المشكله بتاعتنا 1 2 3 اللي هي احنا الحاجات بتاعتنا غاليه. مش بس الالكترونكس. انا ما تخيل انت قصدك حتى الاي سيز والحاجات دي. هي ميلي دي حاجات. انا خش في هندسه برضو وعنده الموضوع ده موضوع. فبيشتري حاجات بالافات ساعات يعني. الفكره ان هو دي مشكله. طيب ازاي نحل حاجه زي كده؟ ده الجزء الثاني ان هو for you كان ان هو احنا عايزين ناخد الحاجات دي نلمها ونعملها ريسايكل ثاني. سو فار ده جاست كلام صح؟ حد شايف ان هو في حاجه؟ عادي ده جاست كلام. بالنسبه لي انا هحط التو سامبلز. انا كان عندي مشكله ان الناس بتشتغل شغل كله ريبيتيتيف. انا كنت متضايق قوي ان الناس بتشتغل شغل ريبيتيتيف كل حاجه سايت 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 يعني مش حاجه ثاني كسوفت وير. وبعدين ما عندناش حاجه تشالنجنج قوي. البيزنس بتاعنا لسه بيماتيور لسه شويه. السوفت وير الايجيبشن سوفت وير ماركت ستيل ماتيورنج يعني. ف واي ان احنا ما نروحش نابروتش الناس اللي بره؟ طب الفكره اللي جات لي اللي هو احنا هنا وير فيري تشيب كومبيرنج تو ذيم. الناس بره بتاخد اكتر من 200,000 جنيه في السنه. احنا هنا بناخد 20,000 جنيه في السنه. ف يعني رقم 10% من الحاجات يعني. ف ليتس دو ذس. تعالى نحاول ان احنا نخلي الناس اللي عندنا يشتغلوا بره هيجيبوا دخل كويس لمصر وهم هياخدوا ريتس حلوه وهم هياخدوا ريتس حلوه وهم هيستفيدوا. This is what the idea from the two parts. ازاي بقى تعمل حاجه زي كده؟ هو ده الكويشن. انت عملت ريسايكلينج يعني لميت الحاجات وانا قعدت اشوف ناس سوري موتنا بقى موتنا اخدت المايك يا ناس سوري اوكي انت بتتكلم على انه بين الواحد عنده فكره وهيفضل معاه قد ما يجيب له فلوس ولا واحد بيعمل بروجكت ده كومينج. الحته دي كومينج. لا انت في الاول انت عندك فكره نيفر ايفر ان انت تخش في حاجه كده. يعني انا عندي فكره حلوه فانا هبتدي اروح اللابتوبات وهلمهم فوق بعض وابتدي افكهم واعمل كده. ما تعملش كده. لازم تخلص الستبس دول الاول. Do not take one step forward without finishing those steps. المره اللي بتتكلم عليه ان واحد انا شغال في شركه. انا عندي فكره ان الشركه دي هتقوم عليك. مش انا عايز شركه ديفلوبمنت بعمل فايت للناس او سوفت وير للناس. السيرفيس في نوعين من الشركات يا جماعه على فكره. في سيرفيس كومبانيز وفي برودكت كومبانيز. two types of service. تو تايبس اوف سيرفيس. اه بالظبط. فاللي انت بتقول عليه از برودكت كومباني. اكشلي ده اللي رامي مين اللي بيعمله. انا مين اللي بشتغل سيرفيس كومباني. انت اسمك ايه يا مشتي؟ ياسمين هتشتغل برودكت كومباني مش هتبقى سيرفيس لان هي بتعمل حاجات ماتيريال وبتتحرك بيها والناس بتبيعها يونيت فور. ف اتس ديفرنت فروم حاجه لحاجه. بس البوينت في كل الحاجات ما تتحركش غير ما تتحرك. اهم حاجه بقى انت دلوقتي لقيت المشكله وتخيلت في دماغك كده بس حلها. طيب رامي نعمل ايه بعد كده؟ عشان رامي امبارح كان بيشرح لي البيزنس موديل. فاهم؟ انا ما كنتش اعرف البيزنس موديل لايك بال فيري ديفينيتيف ديفينيشن زي ده كده. واي ميد ا كومباني. فما تقلقوش يعني مش لازم تبقوا عارفين كل حاجه عشان تتحركوا. مو فورورد. اوكي. عايز اقول لكم حاجه يعني كتير من الناس بالذات الام بي ايز اوكي بيعملوا دايما بزنس بلان. الشركات برضه الاكسكيوتيفز كل الناس دول بيعملوا بزنس بلان. ايفن حتى ستارت ابس لما بتكبر بيعملوا بزنس بلان لو هم اوريدي ما عملوش. اوكي. بزنس بلان مش لازم تكون لايك مثلا 10 بيبرز مثلا ولا 10 بيجز بزنس بلان بورينج محدش يقدر يقراها كلها غالبا الناس بيزهقوا ويسيبوا البزنس بلان. اوكي. شوت بي شورت لايك مثلا 1-2 بيجز. فاحنا بنفكر ان ممكن تكون او هي دي بوينتس اللي دايما البزنس بلان بتتكلم فيها. اي حاجه زياده بتكون اوت اوف بزنس بلان بتكون كلام كتير زياده عن اللزوم. ايه هي البيزنس بلان طيب؟ البيزنس بلان هي البوينتس دي. اوكي؟ فاين بروبلم. احنا نقول ان في مشكله ان دايما الالكترونكس بتترمي ويست اوف ماني ويست اوف ريسورسز وحاجات زي كده. ديفاين ذا سوليوشن. طب هنعمل ايه؟ هنجمعها وهنعمل لها ريسايكلينج. هنجيب ناس مثلا من هندسه عشان يديفاينوا الاي سيز ويكلاسيفاي مثلا وندور على حد شانل يشتري مننا الاي سيز دي او وات ايفر البروسيسنج. بزنس موديل هنعمل ده ازاي؟ احنا هنشتري من الشركات مثلا الاي سيز او نشتري منها الاي سيز بسعر رخيص ونبيع لها مثلا برضه بديسكاونت مثلا يعني او مثلا هناخدها ونصنعها ونطلعها بره او هنشتري الاي سيز اليوزد من بره ونجيبها وندخلها مصر.
the business model مثلا. دول اللي هم البرود لاينز اوف ذا اوبريشن. ده في حاله مثلا 1 2 3 بس لسه ما اعرفش حاله البيزنس بتاعك. انا هديك اكزامبل يعني هنتكلم على اكزامبل ثاني على بزنس ثاني. اوكي زي مثلا بزنس انا كنت فيه برودكت كومبني. ايه الاوبريشنز؟ مين اللي هيشغل الاوبريشنز؟ محتاجين نديفاين الرولز. ويا جماعه بلاش نعمل الهيراركيز الكبيره والاورجانيزيشن شوز الوهميه دي. اوكي ونهاير الناس اللي هم الواو دول كلهم. يعني طبعا ده دايما بيأثر على ستارت ابس. وبعدين المهم قبل الجلوس بالسيرفر، عايز اقول ان هو شاطر قوي في دي، ان هو انبوت ماني اوت بوت ماني. اوكي كتير من الستارت ابس جاست انبوت يعني دي جاست انبوت ماني وذ نو اوت بوت او اوت بوت صغير قوي. اوكي زي اللي كنت انت لسه بتقوله ان انت بتعمل عايز تعمل برودكت وتشتغل عليه مره واحده. ما ينفعش تعمل كده خالص. انت لازم تفكر في حاجتين اول ما تيجي تعمل بزنس. طبعا الحاجات الاساسيه دي وبعد كده حاجتين تاني. ايه هي؟ وات از يور اكزيت استراتيجي و how are you going to get your money back؟ دول الحكاية انت لازم تفكر فيهم. لان هو simple انت بتعمل كده. انت بتشتغل انا معايا 2 جنيه بحطهم بيشتغلوا في سايكل 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 بيرجعوا ل 2 جنيه تاني بلس بروفيت ان هم 3 جنيه بحطهم كلهم بيطلعوا 5 جنيه وهكذا. بس انا لازم اعرف ارجع تاني لان لو ما عرفتش ارجع تاني لو ما عرفتش اقفل السايكل واشوف فلوسي هترجع ازاي مش هقع يعني literally هقع مش هعمل اي حاجة. والحاجة التانية اللي هو اكس استراتيجي امتى اللوب دي هتخلص؟ امتى هفضل امتى هخرج؟ امتى يعني هقف امتى؟ انا لو انا از ا بيرسون هل انا عايز اشتغل علشان اخلي الشركه دي زي مايكروسوفت ولا علشان ان انا اعملها وتبقى فيري فاليبل وابيعها لشركه ثانيه وخلاص؟ في كذا فكره. فهو الحاجات دي لازم على طول تفكروا فيها شوفوا انتوا عايزين تخرجوا ازاي من السايكل اللي تبقوا فيها دي. لو عايزين كلوز سيركل فعلا هي اهم حاجه في السيشن دي. اوكي لو انت في حاجه بص هو احسن حاجه تعملها ان انت تحاول تطلع توتالي فكره جديده بس البوينت ليه بالذات الستارت ابس ليه؟ لان ده مش هتلاقي عندك اصلا كومبيتيتورز. ما فيش حد يقعد يزقك يقول لك ياخد منك جزء من الماركت. هي الماركت بتاعك انت بس انت الوحيد اللي بتعمل زي توتالي نفس فكره عبيطه اشتغلت بقت جامده جدا. هي دي بتسبب منين؟ من اعلانات. ما لهمش دعوه خالص ما بيكسبوش من اي حاجه وكل اللي بتعمله حبات كود قد كده حاجة عبيطة. البوينت از لو عايز تضيف حاجة حاول تديها very plain يعني ما تحاولش تقلد حد لأن في ناس بعد كده هتيجي تقلدك فما تحاولش تعمل كده. لو أنت عارف ما عرفتش تطلع فكرة بس في فكرة في دماغك ولقيتها مثلا معمولة بعد يوم انفستر فيها سام تايم ادرس الحاجة دي كويس قوي وشوف إيه اللي موجود فيها وإيه اللي أنت ممكن تعمله أحسن تقدمه للناس تدي فاليو أكتر with less money more value less money. This is how we always can sell. Give customers value. Business model. دي حاجة important يعني. ال exit strategy مش لازم تبقى عندك. مش لازم. يعني انت على الأقل start. المفروض تبقى عندك basic one. يعني أنا هعمل كده عشان نخرج المنظر ده. As you go, حد يعرف concept اسمه agile؟ اوكي انت حضرت امبارح السيشن اللي كانت هنا تقريبا مع ياسر لو كان حد حضرك انا هشوف الحاجه دي. الاجايل كونسبت ان هو على طول بي فليكسبل تو تشينج. انا مش عايز اعمل خطه 200 سنه واقعد امشي عليها وات ايفر ايه اللي حصل جوه. انا عايز اعمل خطه سنه واحده وبعد كده لما اخلصها هشوف انا فين وابتدي ابلان نفسي على السنه اللي بعدها بيزد على اللي حصل. فدو نوت ستيك تو يور بلان لمده طويله قوي فور فيري لونج تايم. جاست ميك شورتر بلانز وابتدي ورك عليهم واحده واحده. اوكي؟ فالاكزت استراتيجي بروبلي اصلا هتتغير معاك بعد سنه او سنتين. حتى لو انت في دماغك واحده هتلاقيها بتتغير، هتلاقي البيزنس موديل اصلا كله بيتغير من كل التشينجز والحاجات اللي انت ما شفتهاش. فا دون وري اباوت ات يعني بس على الاقل هات واحده معاك البيزك بلان اللي انت معاك. على طول هات استراتيجي البيزك بلان اللي معاك. طب خلينا اديكم اكزامبل على بزنس بلان سريع كده لبرودكت كومباني انا كنت مانجنج دايركتور ليها. اوكي احنا كنا بنعمل سوفت وير. اوكي السوفت وير ده بيستريم اسعار الكورسه لايف زي مباشر ومثل لو تسمعوا عنه. اوكي فابتدينا نعمل بزنس بلان فديفاين البروبلم ان الاثنين سوفت وير التانيين الكومباتيتور
يحصل فيهم delays bugs features الناس عايزينها ما يعني ما بتظهرش في السوفت وير بسرعه. احنا عندنا افكار جديده ف define problem ان في ناس ان في shortage في السوفت وير الثاني competitors الثانيين. وفي طبعا البروبلم الاساسيه ان الناس محتاجين يشوفوا اسعار الكورس لايف عشان يقدروا يتريدوا، لان لو حصل delays او لو هم مش متابعين غالبا بيخسروا. هم anyway بيخسروا يعني حتى لو متابعين. سوليوشن ان احنا نعمل السوفت وير بتاعنا، ابتدينا يعني نسولف البروبلمز بتاعه الكومبيتيتورز التانيين، delays الداون تايمز كل الحاجات دي ابتدينا نسولف الحاجات دي تكنيكالي، بلس بزنس ديلز ندير مع بارتنرز احسن، ناخد سيرفيس احسن، تكنيكالي نديفلوب سوفت وير احسن، انفراستراكشر احسن. الكلام ده البيزنس موديل بتاعنا كان ان السوفت وير بتاعنا فري بس وي تيك سبسكريبشنز، الناس هي سبسكرايب يدفعوا لايك مثلا 100 جنيه في الشهر عشان ياخدوا السيرفيس، بس وي تيك سوفت وير فري. ده بزنس موديل سبسكريبشن، بيسموه سبسكريبشن بيزد موديل زي المجلات مثلا او الجرايد. اوكي so you have to define the business model. ده هتجيب فلوس منين؟ how are you going to run the operations؟ احنا كان عندنا مثلا مشكله كبيره في الهوستنج ودي كانت عند الكومبيتيتورز الثانيين، ف we choose طريق جديد في الهوستنج ودورنا على هوستنج بروفايدر مختلف عن كل الناس وكان ده طاق وقتها يعني. closing the circle ان احنا ابتدينا مثال احنا كان عشان نقدر نبني ده ريسورس هانجري قوي. اوكي سو كان تيك لايك مثلا فيرتشوال سيرفر ولا هوستد سيرفيس ولا حتى ديديكيتد سيرفر مثلا على الانترنت ب $100 وخلاص. لا محتاجين ان احنا هوست في مصر، محتاجين ان يكون عندنا سيرفيس مثلا لايك بمليون جنيه حاجه زي كده عشان نبتدي نشتغل. ابتدينا عشان الكلوز سيركل انفستورز الحقيقه كانوا انترستد قوي ان هم يعملوا كل حاجه مره واحده. اوكي جزء دي هاف كاش كتير قوي يعني كان ما كانش عندهم مشكله في الكاش، بس انا كنت مصر ان احنا نحاول نكلوز السيركل على قد ما نقدر. فمثلا ما كناش عايزين في البلان ان احنا نغطي كل الكاباسيتي اللي هم متخيلينها زي مثلا 10,000 يوزر في نفس الوقت، ده رقم كبير قوي. مش بالويب سايتس يعني بالويب سايت زي 10 مليون مثلا. لا انا كنت كام بتاع 10,000 يوزر في الشهر كله؟ لا بس 10,000 في البورصه they are streaming real time فالهيت كل واحد على 10 بالثانيه فهيب لايك مثلا مليار هيت في اليوم زي كده. فده بزنس صعب. فقلنا لا احنا هنكتفي ان احنا يبقى عندنا في الاول لايك مثلا 1000 يوزر، فده كده انبوت ماني هننفست في سيرفرز وفي سيرفيسز وفي كونتراكتس والاوبريتد سبسكريبشنز اللي احنا هناخدها لما نكمل. وكنا عاملين طبعا بيسموها يعني فاينانشال بلان، لما مش عارف نكمل 2000 هنشتري ساعات، لما نكمل 1000 يعني نقرب ال 1800 مثلا نشتري سيرفرز اكتر. كان عندنا اوريدي الديلز بتاعتنا اللي جاهزه ان احنا نمضيها، نشتري سيرفرز اكتر نابجريد الانفراستراكشر بتاعتنا بسرعه فنقدر نشتغل على 2000 يوزر مثلا. فده كلوزنج سيركل ان احنا ناخد من الفلوس اللي هي جايه لنا ونزود عليها شويه نشتري الاكويبمنتس والحاجات دي عشان اوكي بس يعني تو بي اونست ان الحاجه دي بالنسبه لي كانت كبيره جدا ما كانش ينفع افكر في كده. اوكي احنا عشان برودكت كومباني هم عشان ناس عواجيز كمان خلي بالك. اه هي فوني يعني كان معانا فلوس خليجيين فلوس كتير. اوكي اولويز ستارت بيتا. اوكي برودكت كومباني لو انت عندك فكره بروجكت او عندك اي حاجه. طب رامي دلوقتي كان بيتكلم على انه كان عندهم بزنس بلان وناس كتير بتشتغل في كومباني، ناس كتير بتشتغل في الحاجه دي. يعني. هو اكشلي كنت وحدي وزيرو موني. كنا اربع افراد في نفس الكليه نفس التيم وتخرجنا وبعد كده بدا واحد يقع يعني. As we go. ما حدش برضه survivor. كنا اثنين يعني بس برضه واحد في الاخر يعني. هو اكشلي دخل الجيش ف للاسف احنا كنا ليترلي يا جماعه بنلم من بعض 1000 جنيه علشان نأجر شقه. ف we started with zero money. Zero. ف they're not thinking. You have four partners and you kept it. I took the company. Yeah. Used to have four. This is a new concept. He's from Sarah, you know? Take care. Hustler take over. This is the hustler take over initiative. You can't hear it. The hustler take over. The hustler take over. Yeah, and instead of buying stocks, you just kill the partners and that's it. This is the business plan, you know? You start and kill the partners. Is that the plan for the worst, hope for the best part? Yeah. Are you talking about dating or business? No. So, فكروا يا جماعه يعني
اول ما تيجي تبتدوا تراست ان يور سيلف ان انت الادابت لاي كونسبت لاي حاجه هتحصل في وشك. فبس ما تفكروش قوي لقدام، حاولوا تبتدوا ستيب باي ستيب. اعرفوا ان انتوا رايحين كده لاخر الباب ده مش الباب ده، وابتدوا مش ستيب باي ستيب. ليه ما حدش يفكر انا هوصل الباب ده، ده بعيد قوي مش هقدر اروح له، ما حدش يفكر كده. ف دونت جيت ديبرست، دي اهم حاجه في الموضوع يعني. نيفر ايفر 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 ستارت بيج. دي فور بيبل هو ار نوت اكسبيرينسد. Who has a business experience in here? Like studied business? Okay, cool, fine. This is good. Anyone else? If you want to start a business, do not start big. The worst thing that you can do is you start big. Do not invest money in desks. Do not invest money in machines. Do not invest money in anything. Yeah. I'm not sure if this mix, is right or not. Do not invest money in mix. Because they are expensive, not because they're mix. There's a reason that in America we called it a garage operation. Oh, yeah. Hey, yes. You know, and most of the companies that you know of today, you know, Apple and Google, Atari and Google and of course Microsoft, were garage operations. Mm-hmm. You know, they put everything together from what they had in the garage. Okay, that's good. So it's right. It's correct. I'm not bad, yeah. And you know, Guy Kawasaki, one of the famous investors, founder. You know, what do you call it? The one that they giving the fund. Okay. He has that his company, the fund thing. It's called Garage. Oh, okay. Yeah, Garage. You mean Garage? Kawasaki. اوكي سو الحاجه الثانيه ابتدوا ستارت ستيب باي ستيب. اما تيجي زي ما كان رامي بيقول الفلوس، جابوا سيرفرز صغيره الاول، بعد كده بداوا جابوا فلوس ثاني، راح جابوا سيرفرز اكبر، وبداوا يكبروا الاوبريشنز از يو جو. سو دو نوت ما تجيبش السيرفر اللي بمليون جنيه مره واحده وبعد كده ما تعرفش ليه. بس في ديتيل صغير، هم اوريدي ابتدوا جابوا الحاجات الكبيره بس ولا جاب دير، عملنا سكيلينج داون يعني. ايفن بعنا شويه من السيرفرز لشركات ثانيه، سيستر كومبانيز لينا. يو لوست ان برايس ديبريشن. وي مانج تو سيل ان ا جود برايس. صبتوا عليهم يعني. فعلا ممكن حد يذاكر. في حد من الشركه دي هنا؟ ما حدش. كويس. تمام. ديفاين كلمه صغير وفور حالهم. لو انت هتبقى صغير من 10 سنين، ده بالنسبه لك ان انت فضلت صغير، ولا انت هتبقى صغير من سنه، ده بالنسبه لك ان انت فضلت صغير. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان مش لازم، لان انت لو ابتديت كبير ممكن تقع بسرعه برضه. يعني يور فور بيج. صعبه دي حاجه ثانيه. بص ذيس از واي يو جيت انفسترز ان جنرال، ذيس از واي انت بتجيب ناس تستثمر فيك في الشركه. بس نو ون ويل باي يو ماني من غير ما تبروف الكونسبت الاول. يعني تو بي اونست يعني محدش. ات واز فيري هارد. I've worked for 2 years. قبل ما first one someone comes and say انا عايز انفست ان يور كومباني، انا سيد نو. بعد كده جات واحد ثاني انا عايز اشتري كومباني، سيد نو. دلوقتي في اوفر تالت انا عايز اشتري كومباني، معرفش. بس يعني الحاجات بتيجي، انا didn't say لسه، نشوف يعني. بس حاجات كده يعني الكونسبتس انت شايف ان انت كبير ولا صغير، او انت شايف انك ممكن تعمل اكثر ولا لا، depends على المكان، حاجات كتير قوي. ف do not put it يعني ممكن تبتدي كبير ممكن تبتدي صغير، بس the higher the risk the higher the profit و the higher the loss. So يعني انت لازم تفكر فيها من ناحيتين. انا عايز اقول حاجه كمان، هو في حاجه اوكي في حاجه كمان في حته ان انت لما تبتدي صغير تكون صغير، لما تبتدي صغير ان يو ثينك سمول لازم ثينك بيج. اوكي فايف يو ثينك بيج هتكبر يعني، لو عملت طبعا الستبس الصح اوف كورس. بس في ثينك سمول مش هتكبر طبعا يعني. طالما البيزنس ده معموله كويسه، لا مش لازم. لا مش لازم خالص. بص انت ممكن تبتدي صغير، بس انت في دماغك انك عايز تعمل حاجه زي الجامعه دي هتعملها. ما الموضوع الفكره انك تبتدي تاخد الستبس انك تعمل، بس مش لازم تحط 20 مليون عشان تبنيها مره واحده. انا عايز اقول لكم انا جاي في تاكسي، فسواق التاكسي يعرف الدكتور اشرف تقريبا، حد كده اللي هو الفاوندر بتاع جي او سي بالظبط.
فبيقول لي البيزنس ده بيكسب كويس. انا بفكر اعمل حضانه عشان بعد كده تبقى مدرسه وبعد تبقى جامعه. في هذا بزنس بلان يعني. دي بس كده كود ورك التاكسي درايفر ذاتس ا ريمبر التاكسي درايفر كسب Yeah, I got another taxi with someone similar, okay? And he likes that. Jimmy Oliver, right? Yeah, another one. Okay, and he likes the university and he knows the owner, okay? The GC owner, yeah, he knows it now. So he told me, yeah, this is big business. Lots of money, you know? He's a taxi driver, and he told me, you gotta remember, this is the same guy that told us that he knew Michael Jordan. No. Okay, and he said, the same person, you know? And he said, you know what? I'm thinking about starting a nursery, so it will become like a university. In 20 years or something. Nursery, school, university. Well, maybe, this is his business plan, you know? Maybe he can sell his taxi and buy a plant. And I think you should, everybody should start small, much bigger. I can't say that by time is very hard growth to get. No, that's true. I'm capable to grow, but that's big. بالظبط الاكسبيرينس. انت لو بدات بيك انت كمبيوتر ساينس معايا ده كليه يعني, فانت ما تعرفش حاجه عن البيزنس زي. فلو بدات بيك ولبست بقى في حاجات في ناس تخش عندك وحشه في الشركه, في كاستمرز يسبوك مره واحده, حاجه زي 2009 دي يعني هتلاقي الدنيا صعبه. فلو بدات بيك هتخبط جامد يعني زي كانك بتجري بسرعه مش هتعرف تفادي العمود هتروح في لابسه كله يعني. فحاول انك تبعد عن العمود شويه. اوكي انا ممكن ابريزنت موديل عملي شويه يعني. لو في ديفلوبر مثلا وعنده مثلا فول تايم جوب, ممكن يبدا ياخد يشتغل كفريلانسر. هو بيجي له كده ورك من بره, بعد كده لو الفريلانسنج ورك ده ممكن يخليه يسيب الفول تايم جوب او يقلل الساعات اللي بيشتغلها لحد تاني, وبعد فتره هيبدا يفتح الكمباني بتاعته بناء على ان هو بقى عنده ستريم من الكلاينتس. فكده عمل مينيمايزيشن للايه, لاي ريسك ان هو لو بدا الكمباني ان هو لما يبدا بقى عنده اصلا كلاينت بيز. انت متجوز او حاجه؟ انا؟ لا. طب كويس. بس في بلان بتاعت الناس المتجوزين زي ما بيرمايز الناس دي بتاعت المتجوزين, هم خدوا كل الريسك في الجواز خلاص. اوكي سو لو انت عايز تعمل برودكتس بقى. ام سوري. اوكي انت لسه بادئ, عملت البلان بتاعتك السلايد اللي فاتت دي, قلت المشكله وقلت هتبتدي ازاي تشتغل بالكلام ده. كنت لسه اقول حاجه, ابتدي اعمل بروتوتايب. انت عايز تجمع الحاجات صح؟ اعرف حد في الكليه, حد تعرفيه تاني, ابتدي هذه الحاجات بايديكي وفكيها وبيعيها تاني وشوفي الموضوع ده هينفع ولا لا. يعني صوت شوية. شوف الموضوع ده هينفع ولا لا بالجنرال. تيست البروسيس. ما ينفعش تعمل حاجه وتقول ان هي دي صح. مستحيل. انتوا في ديفلوبرز كتير صح؟ في كم واحد بيكتب كود من غير بج؟ اشوف برول على فكره الراجل بيقول بقى حاجه من غير بج. في حد جاله الايميل بتاع الاكتيفيشن كذا مره؟ هو ده السبب اللي امسكوه بقى. لو في حد عنده مشكله في المجازين برضه نفس الحكايه يعني. مشكله المجازين عندك انت. عمال حط اوكي ابتدي بروتوتايبس, ابتدي جرب الحاجه وشوفها الاول هتشتغل ولا لا, بعد كده ابتدي تقل عليها شويه, بعد كده ابتدي غير فيها حاجات, شوف المشاكل اللي حصلت وارجع فيكس ات اند تراي اجين اند جو اند فايند ذا بروبلمز يو فيسد اند فيكس ات اند تراي اجين. تدور على بروجكت الفلوس. لا على فكره لا ليك سلايد كمان هنوصلها. انا بالنسبه لي ما انا يعني هي كيس باي كيس, بس انا ميني انا بتند ان انا ابيلد ريبيتيشن. بيلد ريبيتيشن كويسه سمعتك تبقى كويسه فعلا, فالناس تراست يو اكتر از يو جو, وان انت بتاخد اكسبيرينس. لو انا في بروجكت انا مش هكسب فيه بس هيكفر ماي اكسبنسز, يعني مش هخسر فيه, هيكفر ماي اكسبنسز وهيديني جود اكسبيرينس, اي ويل جو وذ ات. ليه؟ لان الكاستمر هيبقى سوري اقول حاجه صغيره, الكاستمر هيبقى معاك متاكد ان هو دافع فلوس صغيره, فانتوا الاثنين هتكسبيرينس الموضوع ده سوا.
بس لو واحد دفع لك فلوس صغيره وطالب ريكوست قد كده وانت مش هتعرف تكفر الريكوست دي او حاسس ان فيها هاي ريسك, دو نوت ايفر تيك ذا بروجكت, تيك تيك مور ماني لو انت اف يو وانت تو تيك ات. حد يعرف باتريك هاينز؟ باتريك هاينز, باتريك, باتريك هاينز ايام الام دي سي. اوكي اه بقاله شويه ما جاش يعني, بس الراجل كان قال لي حاجه ادفايس حلوه جدا, قال لي دو نوت ايفر سي نو تو ا كاستمر ايفر, جاست اسك فور مور ماني بس. فيعني الحاجه الراجل لو انت تعمل حاجه ب 100 جنيه قول له 300, قول له 400, والله لو ردي خلاص يعني ما اعتقدش ان حد هيزعل لو اخد 4 اضعاف فلوسه يعني. بس انا مش ايه بقى الراجل ده يعني يستحمله. اوكي احنا نرجع على فكره عشان نتكلم. اوكي لما انت بدات وفي تشالنج شفته واحد بدايه كتير تشالنجز كتير. بص قلتي نو هي التشالنجز اكتر لما انت بتيجي تاخد يعني انت مش بقول السايكل بتحصل كده في القفله الاخيره هي دي فيها كل العك ده, فكل ما تسرفايف قفل الدايره كل ما هتلاقي الدنيا بتكبر, كل ما تسرفايف قفل الدايره. لا سامبلز كتير بس يعني تبقى عندنا عشان هنا فلو سلايس لان هي اجابات على سؤال السلايسز. السلايس فيها حاجات كتير فبنبص روبوت عشان احنا الوقت بيفرق مننا جدا. اوكي سلايد بعدها جيت بيتر بعد ما فتحت السيركل وبدا السيركل اللي بعدها. فازاي ازاي تحسن نفسك, ازاي تتحرك اسرع. دونت ري انفنت ذا ويل, ودي حاجه انا عايز اقولها للديفلوبرز اللي موجودين لايك 90% من الديفلوبرز عشان اوصل البرزنتيشن ثاني اسبوع. اوكي احيانا تلاقي حد بيديفلوب بروجكت كبير في جزء من البروجكت ممكن نستعمل فيه كومبوننت اوريدي ديفلوبد سورس اوبن سورس موجود او اوبن سورس يقول لك اتس نوت ميد هير, ده انا ما عملتهاش او نشرت فيها ده غلط لان انت هنا يو ار ري انفنتنج ذا ويل تاني. انت عملت ديفلوب كود ولا سوليوشن ولا اي حاجه اوريدي موجوده انستد ان انت تبني عليها وتكمل مكان ما هم وقفوا. اوكي انت هنا بتخسر فلوس وافورت كتير من الاوقات. لو هي ديفلوب كويس غالبا الكواليتي بتاعتك بتكون اقل من الكواليتي بتاعت الكومبوننت او البرودكت. ايفن حتى لو هو مش اوبن سورس يو كان باي ا كومبوننت احسبها ماني وايز. ممكن انت تشتري كومبوننت مثلا ب $1,000 اوكي انت عشان انت ديفلوب هتاخد فيها مثلا لايك 6 شهور ممكن يكون الكوست بتاعها $4,000 مثلا فكومبرمايز. انا عارف ان ده صعب, انا شخصيا بيبقى عندي مشكله ان انا استعمل كود حد تاني بص في الكود كده بقلق منه بس لا you have to do that لو هو فعلا من source trusted او في support مثلا. اوكي مش دايما يقول لك no issues عارفين طبعا قصدنا على مين. اوكي no issues اوكي فيعني لو انت هتقدر تمانج. وكمان في حاجه ثانيه كمان انا دايما كنت بسمعها بس دايما كنت بسمعها من مريان واضحه, مريان اللي هي اللي بتدي الشيت بوينت نايت ميرز والشيت بوينت باتل والحاجات دي. كنا بنتكلم على open source CMS اوكي فانا بقول لها ايه رايك في الاوبن سورس سي ام اس كذا, تقول لي لا اي جو فور حاجه بيت زي مثلا مايكروسوفت ام سي ام اس شير بوينت الحاجات دي عشان لما تحصل مشكله اي نو هو تو بلاي. اوكي او اقدر اقول للكاستمر دي مشكله شير بوينت ام سي ام اس مش عارف ايه مش هتقدر تعمل ده في الاوبن سورس سي ام اس. مش تقول له بس انا جبت اوبن سورس سي ام اس وعملت بروجكت اللي هو مثلا ب 2 مليون يورو بس طلع فيه باجز. هو ما يعرفش ان هو اوبن سورس يعني دي اول حاجه مثلا مش بقول على مريان بس انا بتكلم على الاكزامبل يعني. والحاجه الثانيه ان انت لما بتاخد حاجه يعني في كوميرشال برودكت وانت مش ضامن يعني ده الجانب الثاني انت مش ضامن الكواليتي بتاعتها انت بتريسك جامد لان ايفن بيبقى في باجز ممكن ما حدش يحلها لان ما حدش كوميتد للبروجكت يعني اغلب الوقت يعني. انا هقول حاجتين كمان بس احنا هنتحرك اسرع اكتر يعني واضح ان السلايس كانت اكتر من اللازم. احنا عندنا حد ساعتين نشتغل فيها بالليل صورته اتاخرت يعني. انتوا عايزين تشتغلوا صح؟ في حاجات مهمه قوي لازم 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 تبتدوا تحطوا في دماغكم على طول ان انتوا تشتغلوا ليجل لجد. بمعنى حد حاول يشتغل في شغل الورق الشركه يشتغل في ورق شركه يبتدي ورق شركه سجل تجاري بطاقه ضريبيه وبعد كده حاجات بقى وكونتراكت بتاع الشركه وحاجات زي كده الحاجات دي مهمه ابتدوا اعملوا الكلام ده وابتدوا بعد كده اكشلي براكتس الكلام ده يعني الناس هيبقى لها تامينات هيبقى في ضرايب تدفعها لهم
كل الحاجات دي ابتدوا اشتغلوا صح لسبب واحد. لو انتوا مش لازم في الاول عشان انا هي في الاول بتبقى صعبه قوي يعني, وفي ناس كتير مبقاش اصلا عارفه هم هيعملوا ايه, فمش لازم من اول يوم ما تحسوش جيلتي ان انتوا بتعملوش كده. اتس اوكي, بس البوينت از ايفنتشلي جو ذير يعني اعملوا كده, روحوا وابتدي خليك لجد في كل حاجه لسبب واحد بس. انت لو انتوا هتكبروا واتش يو ويل هتلاقي ناس كتيره تحتك بتبتدي تمسك الحاجات. لو ما عندكش بروسس صح معموله فور بوث سايز للحاجات الحكوميه والحاجات البرايفت جوه الشركه, هتلاقي الناس بتسرق منك فلوس, هتلاقي الناس بتتلخبط, هتلاقي الناس يعني هتلاقي حاجات مشاكل كتير قوي. الناس بتوع التامينات يتسلوا عليك بالظبط وهم قاعدين فكل شويه شايل الياسمين بقى لازم عندكم حبه شايل الياسمين. مين الموظف ده؟ حاجات كده اتسلوا عليك بيشربوا شاي بالياسمين معاك وحاجات زي كده عندكم مشكله الراوند اوت اوف شاي بالياسمين يعني. ده هيساعدكم ان انتوا تكبروا اكتر, ده هيساعدكم ان انتوا تكبروا اسرع من غير ما تضيعوا برين سايكلز كتير في ان هو ازاي افلت من الحته دي او المشكله دي حصلت لي مش عارف ايه. مش هتخرجوا من الموضوع ده خالص, حطوا حاجاتكم واعرفوا الاوفر هيد اللي عليكم والفلوس اللي بتدفعوها ان جنرال لكل الحاجات هو الناس وكل الكلام ده, وبعد كده ابتدوا تحطوا البروفايل بتاعكم فوق. كل الناس بتشتغل كده, فابتدوا اعملوا كده من يعني as soon as you can علشان تقدروا تحركوا نفسكم وتتحركوا اسرع. هو في يعني سالم معين مثلا الواحد يعمل تجربه تجاريه كده وحاجات انا كنت سايب معاك بطاقه على الاقل يعني. انا مش مرضي نقيه يعني, مش مشاكل. لا 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 عادي يعني. انا فاضل مشاكل بتخسر ايه؟ فاضل لو الشركه بتخسر, لو الشركه بتخسر وبتخسر وانت ماشي البروسيس بتاعتك بالظبط صح هتبان. مش هتدفع ضرايب يعني, انت هتدفع ضرايب على ايه؟ انت عندك مشاكل في المرتبات اكتر, هي دي اللي هتبقى عندك مشكله يعني. انت دلوقتي مغير ناس مش لازم تفتحها, مش لازم تعمل كده بكره, بس يعني لو انت هتبتدي تشتغل كده هتبتدي تشتغل كمان في السوق المصري. انا مش عارفش في مصر خالص, بس انا عندي بتقدر بيه مش عارفش في مصر. كان ممكن جاست كنسل الموضوع ده خالص وما بيجيليش كاستمرز في مصر كل فين وفين, ذاتس ات. بس يعني ما عملتش كده يعني. هو بعد شويه انت هتكبر, بعد شويه هيجيلك بروجكتس وتبتدي تتحرك, مش هينفع توقف نفسك. كذا بروجكت لوست في الاول عشان ما كنتش عامل بتقدر بيه, كنت عامل سجل تجاري ما كنتش عامل بتقدر بيه بس. فاي لوست كذا بروجكت كانوا كويسين يعني. انا حتى ما كنتش انترست ان انا اشتغل في مصر, بس يعني كان جود شانس. ف ما تحاولش تعمل حاجه زي كده, ذس از نوت جود يعني. دي حاجه من الحاجات اللي انا لبستها بالمناسبه يعني. حاجه ثاني اللايسنسز بيزنس بارك حاجه تحفه. يو هاف يو نيد تو هاف ا لوك على الموضوع ده. بيزنس بارك انيشيتيف وحاجه اسمها دريم سبارك فور ستودنتس بيعملوا وبيدوا اللايسنسز لكل حاجه للستارت ابس الثلاث سنين, لمده 3 سنين من عمره يعني. لو عندك سجل تجاري من النهارده 2010 يبقى معاك لحد 2013 كل الحاجات اللي مايكروسوفت بتعملها مقابل جوه بره مصر اي حاجه مقابل. بس انت بتشتغل شغل سوفت وير, مش لازم حتى سوفت وير بتاع مايكروسوفت, بس يعني لو انت هتشتغل برودكت بتاع مايكروسوفت بروبلي هتحتاج انك تعمل سوفت وير بتاع مايكروسوفت بس. اذروايز يعني لو اي حاجه انت عايزها هم هيطلبوا. المهم انك تكون بتبروديوس سوفت وير, دي اهم حاجه. ليه الموضوع ده بيعملوه؟ عشان هم هيكبروا الباي, بيجر باي بيجر بيس اوف ذا باي فاهم يعني. كل ما يكبروا الناس تيجي تشتغل كتير كل ما البرسنتج بتاعتهم هتكبر فهيعملوا سايز اكبر. هي دي الفكره. بيعملوا الكلام ده ليه؟ علشان يخلوا الناس تشتغل اكتر. انا كنت في كونفرنس مايكروسوفت عملناه من شهرين كده بتاع اي اس فيز. الاي اس فيز واحد فعلا كان جولد بارتنر شركه كبيره, فكان بيحكوا على ادرس بارك فبيقول له الجولد بارتنرز ما عندهمش الحاجات دي اللي هو ليترالي كان بدا يتخانق مع المايكروسوفت. الجولد بارتنرز ما عندهمش نفس البنفيتس بتاعت البيزنس بارك, ف يو نيد تو ستارت انرولينج انا اي كان هيلب يو في الموضوع ده. انا بيزنس بارك فهي نفع بصراحه, انا عندي كل اللايسنس كل حاجه. ف ذس از ا فيري جود ثينج تو ستارت وذ. اتصال كمان, حد شاف اتصال بتوع موجودين؟ اتصال انا لسه بصراحه عارفهم من قريب يعني خالص, ومن كان حد كان طلب قسم الريفرنس كان طلب قسم الريفرنس. الناس بتساعد حاجات كتير قوي, سبسيدايز تريننجز, سبسيدايز كورسز, سبسيدايز حاجات كتير قوي. فا اتس فيري انترستنج لو انتوا عايزين تشتغلوا وتبقى ممبر شيب هناك حاجه عبيطه يعني 1400 جنيه في السنه اول مره, بعد كده 400 جنيه او 1000 جنيه حاجه من الاثنين. بس يعني رقم يعني مش قصه كبيره في السنه يعني, اقل من 100 جنيه في الشهر, اقل من الناس اللي بتعبتكم يعني. فالرقم ده مش عارف, هم انا عارف ان هم السنه دي عايزين يصرفوا حوالي 10 مليون على شركات السوفت وير كورسز ولايسنسز وحاجات كتير قوي. فستارت وركينج في الموضوع ده. اتصال ويوسف مش يوسف جروب, جمعيه اهليه تاني اسمها سك, الاثنين تحت ايتيدا, سك اس اي سي سي. الاثنين تحت ايتيدا, وايتيدا هي اللي بتظبط كل الحاجات دي. لو عندكم افكار روحوا حاولوا, دول الناس اللي ممكن تروحوا لهم فور انفستمنت. لو عندك فكره بروجكت كويسه
هبتدي ابروتش ايتيبا تبتدي ابروتش الناس دي وشوفوا ايه اللي ممكن يساعدكوا بيه علشان تبتدوا. ممكن انا قابلت ناس في الاي اس بي ممكن دخلوا وعملوا بزنس ثرو ايتيبا ف ذس از جود فابتدوا حاولوا شوفوا الموضوع ده. انا ما كنتش عارف الحاجات دي وبصراحه كنت حاسس ان هي ما لهاش لازمه to be honest. انا كنت يعني losing trust خالص في الجوفرمنت ان جنرال يعني بس الدنيا بدات تتحسن شويه. انا ما اعرفوش انا بشتغل كل مشاريع اي جاف عايزين نبدا ما انت احنا مستشفى مع بعض ما عنديش مشاكل يعني ما اعرفوش بس يعني كنت انا بص ده السيشن بتاعه مش جون سيشن الحته دي في واحد قبل ده اللي مستنيني بره دلوقتي صح. فا اخر حاجه بس انا قابلتها حد من جي سي تي حد من جي سي اوكي بروفيسور سلام ده الدين بتاعك انجينيرنج. الراجل اداني فلاير كده بتاع ناس هم ايديا ديفلوبرز دول داخلين معاهم اي او جي هيرمس واتيدا بيفندوا ناس كتير برضو فانا بس مش معايا السايت دلوقتي بس if you contact me I'll send you the site بتاعهم اعتقد ان هم ممكن يساعدوا. انا personally I will go and approach them شوف ايه اللي ممكن يعملوا يعني. اوكي بوتستراپينج زي ما كان ريمون كان بيهند ما تشتريش ديسك غالي مثلا يو دونت نيد ان انت تشتري كرسي اللي هو ب $1000 ده مش فاكر اسمه ايه تشتريش ديسك بحبه يعني تشتريش ديسك على حسابك اوكي ما تشتريش مثلا ماك بوك اير لكل الناس 20000 جنيه شركات كتير بتعمل كده باي ذا واي ستارت ابس كتير بتعمل كده مش لازم تاخد فانسي بيلدينج فانسي فلات في مكان برستيجيوس قوي مش لازم تعمل كل ده اوكي خلصت يعني وانت بتبتدي طبعا مش هتكمل كده على طول يعني اوكي مش لازم كمان تعمل مثلا اعلانات مثلا في التلفزيون في الجرايد في ناس برضو بيعملوا حاجات في الجرايد كتير هم برضو لسه ستارت ابس ولسه ما عندهمش برضو بزنس حقيقي تو بروفايد او مش قادر يكلوز السيركل بتاعه فايز نوت بروفيتبل يعني مش عامل بروفيت بس ستيل برضو عمال لسه فلوس كتير اوكي تحاول دايما تعمله بوت ستراپينج اوكي كمان فوكس على بروفيتابيليتي دي غلطه رهيبه بيقع فيها كتير من الستارت ابس حد بيرن الستارت اب بيبتدي يصرف بعدين يبتدي يجيله ريفينيو بيعمل بروفيت كمان كمل سنه سنتين ثلاثه فجاه ليه اختفى اختفى ليه لان هو ممكن يكون خد مثلا بروجكت كبير ما عرفش يخلصه اي حاجه يعني بس المهم ان هو فجاه بقى ما عندوش كاش فلو هو كان بيكسب بس الكاش فلو خلص منه فلوسه خلصت زي ما كل واحد مثلا هو اصلا هو ما بقاش يعني ما بقاش معاه فلوس بس كل حاجاته اتجمدت يعني في اسيتس في حاجات زي كده او في بروجكتس حاجات زي كده زي واحد مثلا خارج وصرف فلوس كتير وبعدين ما بقاش معاه فلوس يروح كاش فلو زيرو هي نفس الفكره هو معاه موبايل جامد جدا ولابتوب جامد جدا وما عادش فلوس فلوس التاكسي يروح مش عارف يروح فبيقفل يعني اوكي فوركاست فروم ذا بوتوم اب معلش ايه المفروض نعمله دايما do not start big step by step دايما بلان الفاينانس بتاعك بحيث ان انت تبقى متاكد ان انت معاك كاش فلو حتى لو مش هتكسب اكتر يعني ممكن حتى لو هتبقى مش profitable يعني مش هتعمل profit في وقت قصير بس استيل معاك كاش فلو معاك فلوس غطي خلي معاك كاش عشان الكاش فلو معاك حاجه كتير يعني المفروض لو بروجكت اي بروجكت وبيبقى في فيز بص يعني انا عامل حاجه مايكروسوفت از سبونسرنج الكود كام اوكي فادونا فلوس انا اكشلي هاخد فلوس بعد الايفنت 30 يوم في اليو اس في اليو اس بي في حاجه اسمها نت 30 ونت 60 نت 60 ان انت هتاخد فلوسك بعد 60 يوم اكشلي كمان في نت 90 ف يعني ما تعملش كده ما حدش هيديك موضوع الكاش ويبقى معاك كاش في الاول والكلام ده الناس قليله قوي اللي بتعمل كده قليله قوي فانت اعتمد على طول ان انت مش هتاخد مليم وابتدي ظبط نفسك على كده على طول واولوز اولوز حط فلوس للريسك عشان محدش ينفع يقرب منها خالص يعني دي مش موجوده خبيب وابتدي اشتغل بعد كده عشان اذروايز الدنيا هتسرح معاك هتبقى فلوس خالص من سنتين يعني. طب هو لو مفيش حضور او مفيش فيديو بعد كده انا بقول لك احنا وي ستارتد بزيرو باوندز فعلا الفكره كانت ايه ان احنا نجيب ناس وخيرنا الناس وبعد كده التارجت الموديل بتاعنا السايكل الكاش فلو بتاعتي صغيره قوي شهر واحد بس ف يو جيت وان ديفلوبر اي جيت وان ديفلوبر وي ستارت بزنس الراجل باع فلوس تاني شهر وان ديفلوبر شغال بعد كده تو ديفلوبرز بعد كده فور بعد كده نكبر فبتكبر وحدها وتلاقي معاك البروفيت بتاعك هيبقى موجود في ناحيه ثانيه علشان تبقى تكبر نفسك في اي وقت
فيعني ستارت سمول هي تجرب الواحد ملهاش لازمه هي عملت تعمل شركات ف الحاجه الثانيه فوركاست فروم ذا بوتل اب تلاقي كتير من الاوقات الناس بتستارت بزنس مثلا ستارت اب يقول لك انا شايف ان الماركت ده بالذات الام بي اي الماركت مثلا فيه 10 مليون جنيه الماركت اللي انا بتارجت مثلا بورصه 10 مليون جنيه سوفت وير الماركت الناس بيبيعوا سبسكريبشنز ب 10 مليون انا عايز بس 10% يعني مليون فانا بتارجت ده وبيحط في البيزنس بلان ويبتدي يصرف فلوس على الاساس ده ويهاير ناس ويعمل كل الكلام ده لان ممكن انت تكون الكاباسيتي بتاعتك مش هتقدر يعني تكفر مثلا اكتر من 100,000 جنيه مثلا او في كومباتيتور قوي فمش هتاخد انت الشير ده كله اوكي الشير الماركت مش البروفيت شير فستارت فروم ذا بوتوم اب مش العكس اوكي الحاجه الثانيه كمان ان الانفستورز لما بيسمعوا ده لو انت عايز فند لو انا مثلا شايف ان في حد مثلا صاحبي عنده فند انا عايز اخده منه او حد مثلا انفستور اجنبي لما بقعد اقول له الارقام الغريبه دي هم غالبا بيتضايقوا لان هم بيسمعوا كتير هناخد بس احنا عندنا ماركت 100 مليون هناخد 2% بس هم زيهم الكلام ده انهم بيسمعوا على طول فيو هاف تو كام اب حاجه بروفن وكمان تكون مختلفه عشان حتى الفند ريز بروفن تيم ايكوز ماني يعني مش لازم انا عندي ستارت اب مش لازم اهاير كل الناس عندي سينيورز حد مثلا مثلا في اي تي ووركس مش عارف بياخد مرتب كام عشان ده بروفن تيم صح وده هيخلي التاسك اسهل بس هيكلفك فلوس اكتر اوكي فمش لازم دايما ابتدي بالبروفن تيم بروفن تيم start as a service then go as a product ده اللي كان ريمون بيتكلم عنه من شويه ممكن انا يكون عندي برودكت ويب سايت مثلا ابلكيشن بفكر فيه كويس حاجه زي اللي كنت بتكلم عنها عشان اقدر اخلي البرودكت بتاعي يشتغل ممكن اخد وقت اديفلوب سنه سنتين ست شهور whatever يعني او مش معايا كاش كفايه ان انا اقدر اصلا اديفلوب البرودكت ممكن ابتدي از سيرفيس يعني اعمل ايه مثلا لو انا عامل مثلا نيكست فيسبوك الجديد فكره جامده قوي ممكن اعمل اشتغل سيرفيس شويه اعمل ناس مثلا ويب ابلكيشنز مثلا ويب سايتس اخد مثلا مشروع من الحكومه فبقى سيرفيس في ناس يقولوا لا انت كده بتبعدنا عن التارجت بتاعنا اللي هو البرودكت الجامد اللي احنا بنعمله بس لا لما انت بتشتغل سيرفيس بيسايد الشغل بتاعك اوكي انت بتعمل كاش فلو كويس ممكن تعمل بروفيت فاكشلي كتير من الناس ابتدوا برودكت واشتغلوا شويه سيرفيس وبعدين بطلوا برودكت وخلوهم في السيرفيس احسن يعني لو ان هو اضمن مثلا او ممكن يكون انترستنج اكتر كمان ويمكن حتى دي ممكن تكون سم سورت اوف اكزيت بلان مش من البيزنس من مشكله البرودكت ان لو البرودكت فيلد او ما كانش ليه ماركت كويس فانت اوريدي ستارتد از ا سيرفيس ممكن تكمل كده في ناس كتير بتعمله كده فوكس اون فانكشن نوت جاست فور اللي هي زي ما قلنا مثلا مش لازم نجيب للناس مثلا ماك بوك وهم اصلا هيشتغلوا ويندوز فيستا مثلا ويندوز 7 اي كومباك تاني ولا دل هيشتغل كويس اوكي مش لازم مثلا اجيب للناس كلهم سمارت فونز مثلا لو مثلا الشركه بتاعتي محتاجه ان الناس يتكلموا في التليفون يعني انا شفت حد كان عندهم زي سواقين ومحتاجين ابلكيشن فعايزين عشان يعملوا حاجات بالموبايل ففي كان ناس بتبروبوز ليهم سوليوشنز على ايفون وعلى ويندوز موبايل وفي كاستمر تاني عندنا يعني بيعمل شغل يعني هي حكومه يعني كنا عايزين يدوا الناس اللي هم في وزاره الصحه موبايلات عشان يعملوا حاجه معينه ات وونت ورك يعني فاهمين لان هو مثلا غالبا الراجل هياخد الموبايل وهيتسرق منه او هيبيعه ويقول ان هو اتسرق منه يروح يعمل محضر حاجات زي كده اتسرق منه اتسرق منه بالظبط ما تفهموش غلط يعني فايت وونت ورك يعني فاهمين ازاي ففوكس اون فانكشن في حالتنا كان ممكن اي موبايل نوكيا عليه سوفت وير جافا كان يشتغل كويس اوكي ذس از فانكشن بس في ناس ما بتفكرش كده اوكي بيك فيو ماترز يعني حاول ان انت بتكومبيت مش تكومبيت مع كومبيتيتورز كتير يعني ممكن ان احنا واحنا شغالين في البورصه نقول كمان يلا نكومبيت مثلا مع ساب فاينانشال مثلا يلا نكمبيت مع اوراكل ونخترع نفسنا داتابيز لا غلط بيك يور فيو باتلز اوكي او حتى لو كومبات لوكال كومباتيتورز ما تعملش انيميز كتير ما تقدرش تاندر بلاش اندر ستاف نيفر اوفر هاير نيفر اوفر هاير يعني انا شايف ان انا في البيزنس محتاج مثلا لايك 5 ديفلوبرز مش لازم اهاير 7 عشان انا حاسس ان البيزنس هيجرو بسرعه فمش هعرف اسكيل بلان فور ذا ورست الورست ان انت مش هتحتاج اكتر من 1 ديفلوبر غالبا يعني هتشيله اصلا بالظبط في عندي بروجكت محتاج فيه
دي بروتوتايب دي انا هقول لك عليها، بس بص احنا محتاجين 15 مينتس بس، فاحنا لازم كتير مناش هيكنسل السلايد بعدها يعني. اوكي 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 دوري دي بريمي لازم اوريكو دي دوري دي بريمي يعني دوري دي بريمي يعني ممكن تنزل سوفت وير بتاعك بيتا وعندك باجز والكلام ده زي ناس كتير مايكروسوفت مثلا بيتا 7 بيتا اوكي. في ناس ما بيحبوش يعملوا ده، في فيلير ستوريز كتير قوي ما تتخيلوهاش بسبب ان الناس ما كانوش بيفكروا كده. خليني اقول لكم على قصه سريعه عشان تتخيلوا. شركه صخر من حوالي 15 20 سنه كانوا بيعملوا برودكت حلو قوي كمبيوتر صح؟ لا كانوا شايفين ان هو هيدومينيت الماركت في الدول العربيه، وكانوا بيفكروا ان هم يعملوا وورد بروسيسور يعني وورد يعني سبريد شيت داتابيز صغيره، كل الكلام ما كانش لسه فيه مايكروسوفت اوفيس، ما كانش لسه ظهر. هم كانوا شغالين على البروتوكول ده، كان عندهم تيم كبير جدا شغالين فيه. هم كانوا واصلين قوي ان هم خلاص هيدومينيت الكمبيوترز، والكمبيوترز تبقى كلها عربي بقى، لا مش عربي بس دوله عربيه هي اللي هتعمل الكمبيوترز هيدومينيت العالم وحاجات زي كده. بروجكت كويس قوي، المشكله ان هم كانوا كل شويه بيعملوا تشينج ريكويست وعندهم كواليتي كنترول. هم تقريبا عندهم ريشيو غريبه ما اعرفش هو غيره ولا لا، ان هم 66% من الوقت كواليتي كنترول و 33% من الوقت ديفلوبمنت. لا لا ما تشك ده في باج هنا، ده اليوزر اللي عمل في المنيو دخل مش عارف المنيو رقم 6 هيطلع له باج. فقعدوا يعملوا كده لحد ما مايكروسوفت نزلت اوفيس فدي ار ديد، ودي كانت وقعه كبيره ليهم سلم اثر عليهم لحد دلوقتي. فبي كرابي لا انا اشتغلت على الاوفيس ده عن طريق اكيد انا مسامحين نرجع قبلها ده لا لسه عندك المطار صح؟ اوكي سكسس فكرت رجع اوكي سكسس. هنا ازاي نعمل ستيكي ايديا، ازاي الفكره بتاعتنا اي حد يسمعها دايما يكون فاكرها. اوكي الستيكي ايديا لازم يكون فيها ما عندكمش الحقيقه حوالي 7 هاي ايديا اوف كور سبعة. لازم تكون فكرة سهلة، اوكي واضحة، مش لازم نقعد نشرحها كتير. هنريسايكل الكترونكس سمبل ايديا. هنا انا عايز اديكم اكزامبل على فكرة مان اون ذا مون. كينيدي قرر ان هو يطلع حد على القمر من زمان يعني، اوكي. فالفكرة كانت ساعتها سنجل اند كلير ميشن، هنطلع حد على القمر سمبل ايديا unexpected، ما حدش فكر فيها قبل كده او مش لا اكشوال كان في ناس فكروا فيها بس كانت unexpected بالنسبه للناس العاديين. وكان ساعتها دي بالنسبه للناس زي ساينس فيكشن خيال علمي، طلع مان على المون ممكن نشاور له ازاي كونكريت فكره واضحه وقويه اوكي كريديبل. مين اللي بيتكلم؟ كندي رئيس الولايات المتحده الامريكيه. هي هاز ذا كريديبلتي ايموشنال عاطفيه قوي، لان هم ساعتها كانوا نيشن بيحاولوا يثبتوا نفسهم وعندهم افكار قوميه وحاجات زي كده. ستوري قصة حلوة بس تتكلم عنها، طلعوا واحد على القمر وبعدين نزل ومش عارف ايه حاجات زي كده، لسه الناس بتتكلم عنها لسه لحد دلوقتي بيتكلموا عنها. ف دي سكسس هي دي الستيك ايديا اس يو سي سي اي اس اوكي ذاتس رونج ريلي ان امريكا وي سبيل ات وذ تو اسس اوكي كونسيرتي اس يو سي ان امريكا اف اي جيت ذس برزنتيشن هاف تو يو سمبل اكسبكتد كونكريت وانس يو هاف سكسس يا You may have sex. So that's the last S. Yeah. You gotta spell it. This is Egyptian censorship. They remove it from the session. Yeah. Oh, okay. Yeah. You really don't go for the censorship. Well, then you have to put a little S at least. No, they remove it. Because they thought maybe people will guess it, you know? Egyptian censorship. Yeah. اوكي ماركتنج ماركتنج سين دايركت ميلز. اكيد كلكم كان بيوصل لكم ميلز مش من عندنا يعني عندنا كنا بنعمل كده هاي مش عارف ايه كذا كذا كذا، وتحس ان الميل ده بعتوه لمليون حد بالذات الميل شوتس فكره سخيفه قوي. سين دايركت ميلز لو انت شايف بوتنشال كاستمر مثلا بنها للصناعات مش عارف الالكترونيه بهجت دير بهجت وحاولوا تعملوا الميل بيرسونال. احنا عارفين ان انتوا بتعملوا تلفزيونات كذا كذا ودي فيها حاجات كويسه بلا 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 والماتيريالز بتاعتكم كويسه في ويد لايك ان احنا نعمل كذا. You can have a template بس you need to read it one time before you send it.
وبيتر على فكره اتغير فيها شويه لانه كتير من الاوقات بيشوف الميلز دي ليمون هو نايم امبارح كان بنتكلم على مارتنج فقال لي اسك اكسبرتس بلاش نكتب حاجات انت قلت حاجه وبعد كده قلت فانا خدت ده وكتبت في البرزنتيشن بعد كده صحي قال ايه ده مين اللي كاتب الكلام ده قلت له دي افكار حلوه دي افكاري لا الفكره غلط اصلا مين اللي قال كده هي فكرته يعني بس اوكي غير رايه والمنام وصحي تقريبا اسك اكسبرتس لو انتوا شايفين ان في بوتنشال ويو هاف بقى بروفيت فعلا وليكويد كويس ممكن تهايروا حد او لايك مثلا كوميونيتي This is where the part of the community is. دي حاجة والحاجة التانية ask كمان experts في الدومين مش بس في الماركتينج. مثلا في الالكترونيكس ممكن اروح اسأل حد بتاع الالكترونيكس حد بيشتغل في مصنع. ما تقولش ان انت تروحي وتحاولي تابروتش احمد بهجة بتقولي وانا عايز اقعد معاه شوية. مش هتقولش يعني عادي. هم اكشلي الناس بتتسرع من حاجة زي كده فبيعرفوش يفكروا فبروبلي بيأكسبتوا. لا بيأكسبت. اه ماشي. الناس ما تعملش كده بس يعني لا اعملي كده يعني بي بولد يعني قولي له عندي فكره يعني هتغير مثلا او هتحاولي تحسمي مثلا هتضيع ويست هتشيل ويست 20-30% من اللي انت بتعمله فهتوفر مثلا 100 مليون جنيه قولي ايه رايك يو كانت ريزيست ان هو يقابلك يعني لو قلت له حاجه زي كده اوكي طيب نيمينج انا عايز اقول لكم انا بعاني هنا في مصر من نيمينج شوف اسامي غريبه جدا يعني ايوه انت شغال في اسم الشركه العربيه انت لازم تعاني من النيمينج انا مشكله في النيمينج ايوه انا رحت تجربه قبل تسمي الشركه اوكي افويد ديفيكال ليترز مثلا حاجه زي الاكس الاكس بتتنطق دايما بشكل مختلف زي اكس في العربي عندنا الحروف العربي دي فيها مشكله ضاد عين ممكن يكون انا بسمي الشركه بتاعتي اسم عربي لما حد يجي ينطق حاجه ثانيه ممكن شتيمه مثلا ممكن معنى ثاني عندهم او بيبقى ضيعت البراند كل واحد بينطقها بشكل في دوله مختلفه فالبراند بيضيع ساوند ديفرنت يعني بلاش يا جماعه هاي تك سوبر تك سوفت مش عارف ايه وي نيد ان احنا يكون عندنا شركتك اوكي لازم يكون اسمك مختلف عشان الناس يفتكروها لان انت لو رحت مثلا زي معرض مثلا معرض اللي هي الهاردوير دي تك 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 لما تاخد كل الناس تك تكنولوجي بي سي ما عايز كده فمحدش اللي هو ساوند ديفرنت ده اللي هيفرق معاك وهتفتكره اوكي افويد جنريك كومن ووردز برضه نفس الفكره اوكي افويد ذا ترندي ما تاخدوش الحاجات اللي فيها ترند يعني مثلا دلوقتي كلاود كومبيوتنج ده ترند ما تسميش شركتك كلاود سوفت لان الترند هيعدي هتبقى قديم على فكره انا كيف اشترك في حاجه زي كده لما انت هتيجي تشتغل وتبيرد برودكتس او اي حاجه هتلاقوا عايزين نعمل كود نيمز كود نيمز الحاجات احسن حاجه تعملوها جو فور سيرش فور لاتين ديكشنري حاجه زي كده لاتين ويد بي بس اكتبوا كلمه بالانجلش هتلاقوا كلام تبقى حلوه قوي بس دي حاجه عفوا ساعه فانا ده ترندي عشان ما تلاقيش نفسك بعد كده قديم يعني ايه ده شركه اسمها كلاود كمبيوتر كلاود سوفت مثلا قديم قوي من سنه 2009 شركه عربيه مش فاكر انت سنه ايه اسمها الفرعونيه بعدين اسمها اوكي افرض تكتب لي اوكي اخر بس اخر تو سلايدز عشان نخلص بس اسمه بقى تسميه برودكت ده هنا انا كنت توتالي نايم بقى في الوقت ده ممكن نايم توتالي خلاص اوكي براند ازاي نعمل براند بقى سبيك انجلش افويد ذا تيكي احنا طبعا كتير مننا اكس تيكي ممكن نعمل سلوجان مثلا نقول ايه مش عارف انا مش فاهم سلوجان تكنيكال بس سلوجان تكنيكال الناس ما فهموهوش فهموا معنى غلط يو هاف ا جود سلوجان يسترداي يا يو هاف ا جود سلوجان Turning your needs into knowledge. Turning your needs into knowledge. I have a copyright on that, by the way. Just want to let everybody know. Yeah, just in the States. You can take it. Yeah. Dude, remember?
just a suggestion. We don't use it. No. They told me it's not a suggestion. They told me it's a rule. You have to line up your car and send it. Yeah, we consider this as a suggestion. You have to line up your car and send it. It's okay. بين الحرفين وازاي يعمل كده يعني شاف حاجات غريبه امبارح اول مره عدى الشارع في حياته اوكي التو تيكي ده ممكن يعمل مشكله عند الناس ان هم يحسوا ان احنا تكنيكال قوي مش سيريس في البيزنس مثلا لو حتى لو فهموا او ما فهموش ما مشكله الموتو ده مهم قوي بس هو دي حاجه صعبه جدا ان حد فعلا يعمل موتو هديكم اكزامبل على مثلا الموتو بتاع جوجل ومشتغلين بيه يعني بس دايما بيقولوه للناس عشان الناس بيحبوهم Go no evil. هم بيلعبوا على مايكروسوفت ايفل كومباني الناس شايفاها كده فاحنا بنقول Go no evil. ابل مثلا بيلعبوا على الكريتيفيتي والحاجات دي فكريت يور موتو سلوجن طبعا Don't be evil. Yeah, don't be evil. Do it yourself, PR, public relations. This is the easy thing if you do it, you know, the correct way. Either the marketing. If you are social enough, okay? Because I'm going to be Bill Gates. Bill Gates and the code, sorry, Fawi. If I was down to my last dollar, but I was actually dollar my head. I'm sure that name they gave to you. I was spent it in public relations. Okay? And this is the actual dollar my head, public relations. وهو الحقيقه كان ناجح قوي في ده اكيد كلنا شايفين اوكي قد ايه ان كان في ناس بيقولوا ان البرودكتس ثانيه هم حبينها اكتر بس في الاخر مايكروسوفت كانت دايما تنجح دي لاست سلايد بس في اخر سلايد الهرم ده رمي بقى طول ما كده في ناس كتير قوي بتفكر بتقول انا عندي فكره حلوه اوكي في ناس بتقول تفكر فيها اكتر شويه ناس اقل في ناس اقل بيبتدوا يشتغلوا فيها بس قليلين قوي بيبتدوا ينجحوا الفرق بين الاربعه دول الفرق الوحيد بين الاربعه دول ان الناس من تحت لحد فوق didn't give up بس that is it so do not give up في اي وقت انت هتوصل للتارجت اللي فوق هيبقى صعب او هيبقى صعب مش هيبقى ever easy بس do not give up هي دي التارجت يعني اوكي okay? Thank you.